السلام عليكم، اهلا بكم في نفهم نتعلم ببساطه. النهارده معانا درس جديد بعنوان ذكاء الطيور. طبعا هندرس الدرس على هيئه اسئله واجوبه. اولا، عما تبحث الطيور؟ تبحث الطيور عن طعامها وطعام اولادها بحثا متواصل، فهي في عمل متواصل. واين توجد عجائب الطيور؟ في طعامها وفي استخدامها للموسيقى والحواس. وما عجائب الطيور في الطعام؟ تطعم طيور القرقف الأزرق فراخها عددا من الوجبات، قد تصل إلى 1000 وجبة في اليوم الواحد، وهو ما يقدر ب6.5 مليون حشرة في السنة الواحدة. وطائر اللقلق له ساقان طويلان، يستطيع أن يأكل في ساعة واحدة 44 فأرا وضفدعا. ونقار الخشب ينقر جذوع الشجر بحثا عن يرقات الحشرات بسرعة 15 نقرة في الثانية، ويتحرك رأسه بسرعة 2000 كيلومتر في الساعة. وما فائدة عضلات البلع عند طائر البشروش؟ تمكنه من ابتلاع الطعام الذي يتناوله بمنقاره الضخم الشبيه بالمصفاة دون أن يرفع رأسه العجيب. وما مواصفات طائر البشروش؟ هو طائر لونه وردي نتيجة للأصباغ الوردية المتوفرة في غذائه، وهذا اللون يبهت عندما يقل الغذاء. الطيور المغردة نوعان، وضحهما. هناك طيور تغرد طوال العام لا يمنعها من التغريد برد قارس ولا حر قائظ. هناك طيور تغرد في فصل الربيع فقط وتكف عن التغريد عندما تنقضي أيام الربيع. وبعض الطيور تقوم بالعلاقات الاجتماعية، وضح. مثل طائر الزقزاق الذي يتبادل الزيارات في فصل الربيع ويزور زوجين آخرين في هشيمة، ويستقبله الزوجان استقبالا حافلا، ثم يكون ثالثهم موكب يتصدره الزائر مرددين النغمات. الزقزاق يرحب بالضيف ويقدم له التحية والإجلال، وضح ذلك. عندما يرددون النغمات يقف الطائر الزائر ويرفع جناحيه ليصطف الأسنان وراءه ويلمسان الأرض بمنقاريهما كأنهما يقدمان التحية والإجلال لهذا الزائر العزيز. وما أصغر طيور العالم؟ وما مواصفاته وكيف يبني عش؟ هو طائر الطنان النحلي، فهو بحجم عين النعامة، أكبر طيور العالم، ويبني عشه من الطحالب وبيوت العنكبوت. وما مواصفات طائر الكيوي؟ ليس له ذيل وله أنف، وفي رأسه منقار طويل، وله منقاران يلتقطان ديدان الأرض التي يحب أكلها. وما الذي تهمله طيور البطريق؟ هو أنه يهمل أي بيضة تتدحرج بعيدا عن عشها، لكنها تحضن بسرور برطمانات المربى وكاميرات التصوير.